ماذا تفعلون؟ ها؟ فيما تفكر؟ لن تذهب من دوني يا سعيد. شفيت قدمك؟ أجل. أجل؟ جيد. هل ستساعدك؟ ها؟ أستركض خلف الأعداء؟ سعيد، اسمعني. يا الله، ألا تفكر بنفسك ولا بأبيك؟ قد يتوقف قلبه إن لم يجدك. سوف يفهمني. يفهمك؟ ستنزل حين نصل بغداد. اختبئ لحينها. إذا كشفت فأنا لم أراك. فهمت؟ هذا ما أستطيع فعله. دعها، اقتلني. لا تنظر هكذا. اقتلني. إن عدت إلى اسطنبول لن أستطيع العيش. دعها. ابقى هنا حتى نصل. إياك أن تتنقل، فهمت؟ سنرى ما سنفعل. علي الذهاب الآن. شكراً أخي. شكراً. قدمك لن تشفى هكذا. خذ هذه. ما الذي أحاول فعله؟ سيدي، فتشنا القطار ولم نجد أحدا. بما تأمر؟ والأسلحة؟ كلها في مكانها سيدي، لا نقص فيها. إذن من أين أتت المرأة بهذا السلاح؟ سيدي، من الواجب أن أقول لك ذلك. ربما هناك خائن بيننا قد أعطاها سلاح. أعطاها سلاحاً فارغاً، لما يفعل ذلك؟ إن أردت نوقف القطار ونفتشه. لا، لن يحدث هذا الأمر. ربما فعلوا ذلك حتى نضطر لإيقافه. سنكمل المسير، وأنت انتبه جيداً، وإن رأيت شيئاً أخبرني حالاً، واجعل حارساً على تلك المرأة. لا أريد أن أنشغل بها الآن. أمرك سيدي. يا الله، قد فوضت أمري إليك. لا تمتحن بنار الخيانة، ورص صفوفنا، وامنع الأعداء من اختراقنا. إن سار كل شيء على ما يرام، فسقوط بغداد سيكون محتما، وحينها طبعا ستهتز ثقة المسلمين بالدولة العثمانية. ستكون نقطة تحول، وسيكتب التاريخ عن الأبطال الذين شاركوا وكان لهم دور في سقوط المدينة وتحقيق النصر. وكيف أكون واحدا من هؤلاء الأبطال المشاركين بالنصر؟ بقتلك للجنود العثمانيين وإيقافك للكتيبة العثمانية ستدخل التاريخ. كيف؟ تسافر الكتيبة إلى بغداد. سننصب لهم كمينا ونقتلهم قبل أن يصلوا إلى هناك. سنقتلهم ليدخل البريطانيون بغداد دون إراقة دماء وبلا مقاومة. أحب الأذكياء. ثق بي، سوف أقضي على سليمان وكتيبته وسأدفنهم في أرض كيليكيا، لكن بشرط. ما هو؟ ستذكرون ما أقوم به في كتب التاريخ الخاصة بكم، وستكتبون فيها لولاه لما دخلنا بغداد. أرني ما لديك إذن. أحضرتها من لندن هدية لك. ستصور كل هجوم، وأريد أيضا صورا لجثث الجنود الأتراك كي أضعها في صفحات الصحف. سأفعل ما تريد، وسألتقط لهم صورا جميلة تقشعر لها الأبدان. هذا جيد، وتذكر يمكنك أن تجعل الناس يصدقوك عبر الصحف. وكيف تعمل هذه الآلة؟ ظننت أنك تعلمت من الصحفية التي جلبتها إلى هنا. أمازحك. اضحك. أجل. جئت كي تساعدهم، أليس كذلك؟ أهلا بك يا سيدي. أهلا بك. منذ قليل وصل إلينا خبر مفرح من الوزير أنور باشا. خيرا. ترقيت إلى رتبة قائم مقام، وكلفني بتهنئتك. مبارك لك. إن رأت دولتنا أن هذا المنصب يليق بي، فما علي سوى أن أقبل بكل سرور. تفضل لنباشر العمل. ما الوضع هنا؟ لقد بدأت خلايا الأرمن في جوكور بالتحرك، فعدونا ينشر الإشاعات بين الأرمن بأن الدولة العلية سوف تخسر في هذه الحرب، وبأنه الوقت المناسب لتحقيق حلمهم بتأسيس دولتهم أرمينيا الكبرى. حربنا على الجبهات صعبة، لكن حربنا في الداخل أصعب. فالإنجليز الآن يحرضون إخوتنا الأرمن والروم ليفتحوا جبهة داخلية ويضعفونا، لذلك علينا أخذ الحذر وفتح أعيننا وآذاننا لنرى ونسمع كل شيء. وعلينا طبعاً تذكير إخوتنا الأرمن بأننا أخوة في هذه البلاد منذ الأزل، وسنبقى هكذا دوماً. سنفعل سيدي. ادخل. لقد وصل ضيفك يا سيدي. أدخله. صديقي العزيز، أهلا بك. شكرا لك. وأريد أيضاً صوراً لجثث الجنود الأتراك كي أضعها في صفحات الصحف. لنشرب نخب الوحدة بين أرمينيا وبريطانيا. قل لي، منذ متى لم ترى عائلتك يا سيد كوكس؟ منذ أن ولدت، فليس لي عائلة أصلا. ولماذا؟ لأن الكنيسة هي عائلتي وبيتي، فنحن تم توظيفنا لحماية المسيحية في العالم، أي مثلكم بالضبط. هذا لا يمنع أن تؤسس عائلة. أرمان، هذا كل عائلتي، زوجتي وأولادي، أثق به وأسند ظهري إليه، وأنام بعد أن أشم رائحة باروده. قتلت أول ضحية في الرابعة من عمري. في الرابعة؟ ومن قتلت في هذا العمر؟ فأرى. أمسكت رقبتها وخنقتها، كانت تنظر إلي وكأنها تطلب أن أرحمها. قبل أن أخنقها كان الأولاد يضربونني، وبعد أن ارتكبت الجريمة أصبحوا يهربون مني. علينا أن نتخلى عما نريد كي نحقق ما نؤمن به. لم أفهم. أرمان، انظر لنفسك، تركت عائلتك وديارك من أجل تحقيق أحلامك وطموحاتك، وجعلت الجبل منزلك الجديد، وصار صديقك وعائلتك. صحيح. والآن هي فرصتك، سيتحقق حلمك بعد أن تمحو سليمان وجنده. ادخل. أتيت كي أودعك قبل أن أذهب. أعذرني، أعلم أنك تفكر بمحمد، لكنك تعرف حساسية مهمتك. الواجب الوطني فوق كل شيء، لكنني خجل منك جدا بسبب محمد وما. لا تكمل أرجوك، لا وقت لدينا أبدا لهذا. الملابس التي تحتاجها، وفي هذه الأوراق معلومات كاملة عنك، احفظها جيدا. ينتظرك في الخارج جنديان، سوف يرافقانك حتى تصل بغداد، وهناك ستقابل الشيخ عمر. شكرا أيها القائد. الحمد لله، نعرف تعاليم ديننا الحنيف ونحفظ القرآن وسنة الرسول الكريم، وبإذن الله سننجح بمهمتنا وننتصر بإذن الله. لا تقلق بشأن ابنك محمد. أرسلت رسالة لإسطنبول، وحين يصلنا الرد سيتضح كل شيء، وأتمنى أن يكون كلام الجاسوسة غير صحيح بالطبع. والآن هيا إلى عملك. أمرك أيها القائد. وفقك الله، مع السلامة. سلمت. اعمل جيدا. هيا. يا الله، أين اختفى؟ آخ منك يا محمد، أين ذهبت؟ دمرت نفسك وستدمرني الآن. لن ينجو العدو ولو اختبأ خلف ألف سور. لن ينجو العدو ولو اختبأ خلف ألف سور. طريق الحق طريقنا وسلاح الإيمان رفيقنا. طريق الحق طريقنا وسلاح الإيمان رفيقنا. لن نحيد عن طريقنا ننتصر أو نرتقي شهداء. لن نحيد عن طريقنا أو نرتقي شهداء. وطني الغالي أمانة في عنقي وسأفتديه بدمي. وطني الغالي أمانة في عنقي وسأفتديه بدمي. وسأفتديه بدمي. ما الذي يفعلونه؟ اليوم ومن هذا المكان سوف يبدأ عصرنا الذهبي. عندما تقضي على سليمان وكتيبته سننال ما نريد. بعد قليل سوف يكونون هنا وسننهي أمر العثمانيين للأبد. هيا تعال يا سليمان، تعال. انتهيتم؟ كل شيء جاهز، ننتظر أوامركم. سنمطرهم بالرصاص من كل الجهات، لن نترك جنديا منهم يخرج حيا من هنا. سأكفنكم بيدي وأدمر وطنكم العزيز. لن أرحم أحدا منكم، وسأزيل أثركم عن هذه الأرض. تعالوا. أرمان، إياك أن تخطئ هذه المرة. أين سينصبون الكمين بالضبط؟ هنا سيدي. إلى مواقعكم هيا! بسرعة! بسرعة! هيا! تحركوا! اركبوا جيدا! إلى مواقعكم! الله أكبر! أتت ساعة المعركة! هيا يا أطفال! هيا يا أطفال! هيا يا رجال! أتت ساعة المعركة! هيا تحركوا هيا بسرعة. ماذا يفعلون؟ ما الذي يحدث؟ يا نقيب، أنت وجنودك تهجمون من الغرب. كمين؟ وأنت أيها النقيب تهجم من الشرق، ونحن سنبقى هادئين حتى تصلوا، وبعد أن نطوقهم ونحيط بهم سنبدأ الهجوم، وسنقضي عليهم بإذن الله دون أي خسائر إن شاء الله. هيا هيا تعال إلى جانبي، تعال هيا. يا سليمان تراجعوا إلى الوراء وننتهي. هيا احموا أنفسكم، لا تتراجع، لا تنسحبوا. أرمان لا تذهب. شباب لكن سأريهم كيف يلعبون مع الإنجليز وكيف تكون المكائد على أصولها. لقد تعبت يا شيخي، لم تأكل. ما رأيك أن نأكل شيئا ثم نكمل؟ النفس تشبه الرملة يا بني، مهما شربت لا ترتوي أبدا. أولا نشبع أرواحنا، دعونا نصلي هنا ونروي ظمأ قلوبنا، ثم يأتي دور بطننا. أمرك شيخي. سأسكب لك يا شيخي. أستغفر الله يا بني، أتريد أن تحرمني من الثواب؟ نحن نتعب في الدنيا حتى نحصل على الأجر في الآخرة يا بني. أعطني. أنقذت حياتي. الله من يعطي الروح ويأخذها يا سعيد، فكلنا نسير وفق مشيئته، ثم نحن إخوة وجنود للوطن، وعلينا أن نساعد بعضنا، أليس كذلك؟ ولكن أقسمنا أن نمشي في طريق آخره الشهادة، فنضحي بأرواحنا فداء لوطننا، ونقاتل لنحمي شرفنا وديننا، ونجعل من صدورنا دروعا لنحمي رجالنا ونساءنا وأولادنا، ولن نخون قسمنا.